فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير الشهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو ألم فراقه السلام عليك من أريف أنس مقبلا فسار وأوحش منقضيا فمض السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك السلام عليك ما كان محاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر لا تنافس الأيام السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا
وكم من خير أفيض بك علينا. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك، وأشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمنا، وعلى ماض من بركاتك سلبنا. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضلا. أنت ولي ما آثرتنا به من معرفته، وهديتنا له من سنته، وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير، وأدينا فيه قليلا من كثير. اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة، واعترافا بالإضاعة، ولك من قلوبنا عقد الندم، ومن ألسنتنا صدق الاعتذار، فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا يستدرك به الفضل المرغوب فيه، ونعتاض به من أنواع الذخر المحروص عليه، وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك، وابلغ بأعمالنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل، فإذا بلغتناه فأعنا على تناوي ما أنت أهله من العبادة، وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة، وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر. اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا
وصل على محمد وآله، واسترنا بسترك، واعف عنا بعفوك، ولا تنصبنا لأعين الشامتين، ولا تبسط علينا فيه ألسنا الطاغين، واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه، برأفتك التي لا تنفد، وفضلك الذي لا ينقص. اللهم صل على محمد وآله، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا، أجلبه لعفو وأمحاه لذنب، واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهلي به، وأجزلهم قسما فيه، وأوفرهم حظا منه. اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته، وحفظ حرمته حق حفظها، وقام بحدوده حق قيامها، واتقى ذنوبه حق تقاتها، أو تقرب إليك بقربه، أوجبت رضاك له، وعطفت رحمتك علي، فهب لنا مثله من وجدك، واعطنا أضعافه من فضلك، فإن فضلك لا يغيض، وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض، وإن معادن إحسانك لا تفنى، وإن عطاك للعطاء المهنى. اللهم صل على محمد وآله، واكتب لنا مثل أجور من صام أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا، ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا، من كل ذنب أذنبنا
أو سوء أسلفنا أو خاطر شر أضمرنا توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة توبة نصوحا خلصت من الشك والارتياب فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به وكآبة ما نستجيرك منه واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهلي ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلونا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا إنك أكرم من رغب إلي وأكفى من توكل علي وأعطى من سئل من فضله وأنت على كل شيء قدير برحمتك.